انطلقت فعاليات المهرجان الشعبي المعروف باسم ماردي غرا في مدينة نيو أورليانز أكبر مدن ولاية لويزيانا الأمريكية بمشاركة آلاف السكان المحليين وسياح الأجانب الذين أتوا من مختلف دول العالم للاستمتاع بهذا المهرجان المستمد من التقاليد الكاثوليكية. انطلاق المهرجان كان إذانا بعودة الحياة إلى طبيعتها في نيو أورليانز المدينة التي تعرضت لكوارث طبيعية مدمرة تمثلت بإعصار كاترينا والتسرب النفطي الأخير الذي حدث في خليج المكسيك. السكان المحليون أعربوا عن سعادتهم بعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي تعتبر موطن موسيقى الجاز والتي تشتهر بالحفلات الصاخبة والمرح على مدار السنة، كما أنها تعرف بتنوعها الثقافي الفريد من نوعه. Cheers! Happy Mardi Gras!